صباح الخير، ازيكم جميعا. امبارح احنا عملنا اللي هي حالة الرأس السنمية، والحمد لله تمت على خير. يعني المخ مضغوط بدرجة كبيرة جدا الحقيقة، والحمد لله ربنا سهل والعملية تمت والولد الحمد لله اتحسن. النهاردة بقى هنعمل اعرفكم بنوع جديد من الامراض بتاعت اللي هي الالتهابات المبكرة للجمجمة وتغيير شكل الجمجمة. هو مرض اسمه يعني مضحك شويه، هو اسمه مرض ورقه البرسيم، اسمها كلوفر ليف سكال. كلوفر اللي هو البرسيم، فكلوفر ليف سكال اللي هي لما تبقى الجمجمه على شكل ورقه البرسيم. طبعا انتوا عارفين ان ورقه البرسيم في اي حته في العالم ليها شكل مميز جدا جدا، لانها معموله من 3 ورقات، كل فرع له 3 ورقات. والبرسيم طبعا من النباتات اللي هي مهمة جدا جدا في الكون، ومن غيرها مش كانش هيبقى فيه اصلا لا لبن ولا لحمة ولا غيره. وبالتالي الورقة بتاعتها معروفة جدا. فالمهم ان المرض ده، ان الراس بتتحول من كورة اللي احنا عارفينها، بتتحول الى 3 قطع، قطع في النص وقطع اليمين وقطع الشمال، وبالتالي بيبقى شكل الراس غريب جدا جدا. ليه بقى؟ لان في اللحامين الجانبيين بتوع الراس اللي هما هنا وهنا بيقفلوا بدري، فبيروحوا ضاغطين على الراس من الجنبين، مخلينا تطلع في النص، يبقى في بيضه في النص وعلى الجنبين في كورتين تانيين، يبقى شكله مميز جدا. وطبعا شكله صعب جدا، والاطفال دول بعضهم بيبقى سليم، يعني ممكن يكبر بعد ما نصلح له راسه بيبقى سليم وبيكبر ويروح الجامعه وكل حاجه. لكن طبعا بتبقى الوضع يعني صعب شوية على الأم وعلى شكل الطفل الحقيقة. طبعا الجراحات دي بقى إصلاحها بيبقى صعب جدا عن بقية الحالات، لأن أولا التشوه في الجمجمة كبير جدا، ما عنديش أنا قطع كبيرة سليمة من العظم، لازم بقى نشكل العظم تاني من الأول. وبعدين بعضهم برضو بيبقى عنده استسقاء، يعني بيبقى ضغط المية عالي، فبنحتاج إن احنا كمان نركب صمام الأول وبعدين نعمل بقى عملية التعديل. يبقى ده كان الكلوفر ليف سكال، وإن شاء الله احنا النهارده بعد ما الجراحة تتم على خير هبقى أوريكم المنظر، يعني إيه كلوفر ليف سكال ويعني إيه والنتيجة بتاعت الجراحة برضو إن شاء الله. برضو من عيوب الكلوفر ليف سكال إن العظم بيبعت زي سكاكين جوه المخ، يعني عبارة عن قطع من العظم حادة جدا جدا بتدخل جوه المخ، وبتخلي الجراحة كمان أصعب، لأنها بتبقى ساعات بتعور الغشاء الخارجي بتاع المخ أو بتعور حتى المخ نفسه، وده اللي بيزيد الجراحة صعوبة شوية. أنا ليه بعمل الفيديوهات دي؟ لأن الحقيقة أنا شايف إن الوعي بالمرض ده النادر ده ضعيف، يعني كل الحالات اللي جات لي أو اللي بتجيلي ما بتجيش من الدكاترة. يعني الدكاترة كل ما العيان يروح لهم يقولوا لا ما تخافش أنت كويس وهتبقى كويس ومش عارف إيه. في الاخر طبعا المريض ما بيقتنعش، لان الحاله بتتدهور مع الوقت، فبيجي هو بنفسه. فعلشان كده انا ان شاء الله، يعني بما ان ده تخصصي من حوالي مثلا 25 سنه، وبزعل قوي لما بلاقي حاله مثلا زي بتاعت امبارح اللي هي الراس السنميه دي وما اتشخصتش، او الدكاتره مش يعني الزملاء يعني مش عندهمش خلفيه بالحالات دي، بيعطلوا علاج المرضى. فعشان كده انا عامل حمله على يوتيوب لتوعيه الناس بالمرض ده، وبان هو في امكانيه اصلاحه بسهوله ان شاء الله، والطفل يكمل حياته طبيعي. يعني ده مش طفل معاق مثلا او ملوش امل او كده، بالعكس ده هو طفل مظلوم، هو ربنا اراد يبتليه بهذا المرض وسخرنا احنا علشان نحل له مشاكله. فيعني ان شاء الله نعمل حلقات كتير جدا على المرض ده وانواعه واشكاله، ومنها الراس بتاعت ورقة البرسيم. وإن شاء الله نشوفكم على خير.